الخبر اللي معانا النهارده بيتكلم على ان مصر مش هتكون بس بتستضيف هذا المؤتمر في هذه الفتره، ولكن كمان الدوله المصريه هتستضيف الفتره الجايه اكبر مؤتمر خاص في رياده الاعمال وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقه. مصر تستضيف النسخه الثامنه من هذا المؤتمر واللي اسمه تكني للتكنولوجيا ورياده الاعمال. هذا المؤتمر هيكون موجود في مصر من هيستمر 4 ايام، وهيكون موجود من يوم السبت القادم. المؤتمر ده زي ما هو باين من اسمه كده بنتكلم فيه على تكنولوجيا المعلومات وابرز الشركات في هذا الإطار أو في هذه الصناعة. مؤتمر المفروض هيشارك فيه أكثر من 600 شركة نشأة موجودة في 70 دولة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كمان يعني مؤتمر زي ده، مؤتمر هو كبير وهو الأكبر في الشرق الأوسط وفي المنطقة كلها، هيكون موجود فين في مصر؟ هيكون موجود في مكتبة الإسكندرية. فإحنا هيكون عندنا مؤتمر كبير جدا، مؤتمر عالمي، هو مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ، وهيكون عندنا مؤتمر تكني وهيكون موجود في مدينة الإسكندرية أو في مكتبة الإسكندرية. وهذا المؤتمر جاي تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. صراحة مؤتمر زي ده هنكون برضو يعني بنستناه بفارغ الصبر، وننقل لحضراتكم برضو كل التفاصيل الخاصة بيه، لكن تعالوا نتعرف أكتر على هذا المؤتمر وإيه اللي احنا ممكن نستناه من هذا المؤتمر في هذا التقرير. انطلقت يوم السبت النسخة الثامنة من أكبر قمة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط بعنوان قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال، واللي بتتم فعاليتها في مكتبة الإسكندرية على مدار 4 أيام بمشاركة أكثر من 600 شركة نشأة من 70 دولة من أبرز عناصر صناعة التكنولوجيا برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إحنا السنة دي الجديد عندنا عدد متحدثين أكثر، عدد زوار أكثر، بنتكلم في أكثر من 350 متحدث، أكثر من 30,000 زائر في انتظارهم على مدار الأربع أيام في مكتبة الإسكندرية. عندنا أكثر من 70 جلسة حوارية و50 ورشة عمل. جذب الاستثمار في الظروف اللي احنا فيها ده ليه أثر جميل جدا، حتى بعد الحركة اختلاف سعر الصرف للعملة الأجنبية، ده بيخلي إن في فرص كبيرة جدا لتصدير الخدمات وتصدير التكنولوجيا من مصر إلى خارج مصر، وبيخلي المستثمرين الأجانب يحبوا يفتحوا فروع هنا ويخليهم يستثمروا في الشركات المصرية بعد الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. والله أعتقد أن الملتقى هذا مهم جدا، لأنه بيجمع لنا المشاريع كلها من أنحاء مصر في مكان واحد، فيعتبر ملتقى تكني يعني ملتقى رائع جدا، نطمح للتعاون معه في هذا المجال بشكل كبير كاستوديو. طبعا احنا في الاستوديو بيهمنا ان نشوف المشاريع اللي تتواءم مع المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام، بحيث انه نستطيع ان نشوف كيف تطوير هذه المشاريع والاستثمار فيها وتعزيز تواجدها على مستوى الوطن العربي مش بس على مستوى مصر. ركزت القمة اللي شهدت حضور محلي ودولي رفيع المستوى على تفعيل دور التكنولوجيا في صناعات متعددة وتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص. طبعا الملتقى أهميته أن كل الناس بتتجمع، مستثمرين، شركات نشأة، مقدمين خدمات، كله بيقعد مع بعضه، كله بيتكلم مع بعضه، رجال اقتصاد، رجال مال، كل الناس تتكلم مع بعضها، بتبقى فرصة للتعاون زي أي مؤتمر اقتصادي. بس الجزء الجميل بتاع تكني إن هو بيتعامل في اسكندرية، مش مرتبط بمحافظة القاهرة، فمش سنترالايز، ودي يمكن من نجاحات بتاعته فيه. طبعا تهدف القمة لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات النشأة في المنطقة العربية والشرق الأوسط ومنطقة دول حوض البحر المتوسط للحصول على تمويل يدفعها للمزيد من التوسع والنمو.